بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة مع موضوع جديد، 3 كبسولات لزيادة ورفع المناعة. 3 كبسولات مهمة ان شاء الله. قبل ما اروح لل3 كبسولات، اتمنى من حضراتكم اللي انتم تشجعونا وتدعمونا في المحتوى الجديد اللي احنا شغالين فيه، وتقولوا لنا رأيكم بأمانة. حاجات بناخد بإيدك عشان نحطك على أول الطريق، عشان تبدأ اللي انت تبقى عندك جسم مثالي وصحة أفضل بإذن المولى عز وجل. أول كبسولة النهاردة اللي هي، أو أول وصفة أو أول كبسولة، أجيب حاجة اسمها مر البطارخ. مر البطارخ ده هو عبارة عن بودرة كده بتستخرج من الصبار، نبات الصبار، بيطلعوا المادة دهيت وبيجففوها، وبتبقى عبارة عن بودرة بتتباع عند الناس المختصة بالوصفات الطبية والعطارين. اجيب معلقة من مر البطارخ، معلقة صغيرة من مر البطارخ، زائد معلقة من عسل النحل، وبتعجنهم على بعض، وبتاخدهم وبتاخد وراهم كوباية مية. طب دي الكبسولة دي فايدتها ايه؟ علاج قرحة المعدة والاثنى عشر والقولون. كمان علاج الحموضة، علاج ارتجاع المريء. وصفة جميلة جدا 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 بأمر الله، وربنا الشافي المعافي. تاني حاجة ممكن برضو مع أول كبسولة، ممكن لو ملقتش دي، ممكن تجيب عصير الرمان وتشرب عصير الرمان برضو. عصير الرمان بيعالج قرحة المعدة والقولون أيضا. كمان لو عندك عصير خضروات، لو جبت مجموعة من الخضروات كده هوت وعصرتهم مع بعض وشربتهم، برضو بيعملوا الألياف دهيت، بتظبط المعدة وبتعالج قرح المعدة والقولون. تاني كبسولة العرق سوس. العرق سوس موجود، نبات طبيعي ونبات جميل ونبات رخيص الثمن. هنجيب معلقة من العرق سوس وميه، كوبايه ميه سخنه، تحط المعلقه مع الميه السخنه اللي هي الدافيه، وتذوبهم مره واحده وتشربهم مره واحده. طبعا ديت برضو لعلاج قرح المعده. الكبسوله الثالثه، ممكن انت مثلا لو بتحب القهوه ولا حاجه، او النسكافيه، تجيب معلقه قهوه او نص معلقه قهوه، وتجيب ليمونه بقشرها تقطعها وتحطها، واجيب حتة قرفة اللي هي العيدان دهيت. ما عندكش قرفة عيدان، ممكن تحط نص معلقة قرفة من البودر، وقطعة من اللبان الذكر، وتعملهم مع بعض. طبعا كان نظام قهوة مثلا ولا حاجة، وشوف اللي هيحصل. يعني حاجة مفيدة جدا جدا جدا، مضاد حيوي قوي جدا 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 للجسم. 3 كبسولات مهمين جدا لزيادة ورفع المناعة للجسم، لأن احنا عارفين إن المعدة بيت الداء، المعدة بيت الداء زي ما خبرنا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. فمن كل حاجة في الجسم هتلاقيها منبعها من المعدة، فاحنا نعالج المعدة، نرفع المناعة للجسم بإذن المولى عز وجل. شكرا لكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.